بهذه الوسائل البدائية يتنقل سكان القرى المجاورة لقرية إيجوكاك قريبا من منطقة أو من بؤرة الزلزال هنا بإقليم بين الحدود بين إقليم الحوز وإقليم تارودانت. بهذه الوسائل البدائية عبر الدواب تتم عملية تسليم المساعدات إن وجدت، وهناك جهود تبذل من طرف المجتمع المدني المحلي بالإضافة إلى السلطات من أجل تأمين المساعدات، ولكن صعوبة التضاريس وأيضا خطر الهزات الارتدادية يعيق هذه العملية، عملية جهود الإغاثة والإنقاذ. كما نلاحظ حتى سيارات الإسعاف تجد صعوبة في نقل الجرحى وأيضا نقل الضحايا إلى المستشفيات قريبا من هذه المنطقة المنكوبة. الحل الذي يطالب به السكان الآن هو استعمال وسائل أكثر تطورا من أجل الإغاثة والإنقاذ مثل الطائرات المروحية. عبد الله إيماسي، التلفزيون العربي، إيجوكاك قريبا من إقليم تارودانت.